الأذان الإسلامية وكل متشهد أستاذنا العلامة العليم أستاذ الدكتور الشيخ طارق قدر مشكورا بمناقشة الطائف. لا دكتور محمد مشرف. لا ده أنا مشرف فاز. كلام الدكتور صح مشرف. بعد ما يخلص بقى هو First of all, I would like to thank Dr. Muhammad Hassan and Dr. Fatma in Maghrabi for giving me this chance in order to participate in this examination committee. I welcome Dr. Fatma Sadiq on the behalf of the Faculty of Education, the Gazi University. Many thanks are also extended to the researcher for the great effort he made in order to conduct this study. In fact, the topic of the study is timely and to the point. The review of literature and the related studies are relevant, comprehensive, and up to date. The researcher could arrive at a number of valuable results based on the hypothesis of the study. However, in any human way, as it is always said, there is always a room for improvement. So I'd like to shed light on some points. First of all, I'm going to begin with the abstract. بالنسبة للابستراكت مصطفى لو سمحت. دول هنسميهم pupils ولا students عشان نتفق من الأول. pupils. إيه رأيك دكتور محمد؟ نعم. إيه رأيك سعد؟ هو معلش هو الحاجه دي كونفنشن طيب انما زي ما بيقول الدكتور بشير كده لو انت بصيت على الستودنت بوك في المرحله دي شو اعدادي هتلاقي ستودنت مش ستودنت طبعا بترجع للتسجيلات ساعه التسجيل يقول لك انت كاتب زي وهم اطفال عندهم مثلا 10 11 سنه في اولى اعدادي بس تسميهم ستودنت ازاي انما احنا لو رجعنا لاصل الكتاب لو انت بقى رجعت الكتاب بيسمينه ايه؟ ستودنت بوك ولا بيوبلز بوك؟ شوف انت اسمها شوف الكتاب هتلاقيه ايه؟ ستودنت ولا بيوبل واكتب منه ده بيفترض ساعه التسجيل كده هو الاول كان في اختلاف برضه على بيبلز والستودنتس انا بقول لك لا انا بقول لك في ابتدائي دايما هتلاقي بيوبلز بوك في الابتدائي اعدادي ارجع بقى هتلاقي من اول اعدادي وثانوي وجامعه كل ده ستودنت اوكي دي النقطه انما الحقيقه طبعا ده ساعه التسجيل بتلاقي واحد يطلع لك من تخصص اخر يقول لك ايه الطالب التلميذ اللي عنده 10 سنين ده تسميه ستودنت ويجد حرج في هذا الكلام يعني دي ساعه التسجيل الدكتور مشير نعم بيحصل مشاكل صح انما هو لو رجع ريفرنس للكتاب هيلاقي أيوة. بيقول لك عليه ده صح اعدادي وثانوي وجامعه هتلاقيه ستودنت ويقول لك كده ستودنت بوك نعم في الابتدائي هتلاقي بيوبلز لو قرينا السطر الاول كده اخ مصطفى في الابستراكت ايه رايك كده لو سمحت The purpose of the present study was to investigate the effect of extended learning program to develop the brain on developing the threat language school students writing skill on السطر الثالث من الاخر يا اخ مصطفى تكاتب هنا بتقول ذات education stakeholders education stakeholders what do you mean by stakeholders stakeholders هم مسؤولين عن العمليات العمليه اللي هم ايه؟ مسؤولين عن العمليات العمليه لا ده كلمه stakeholders بعد اذنك بتشمل المسؤولين عن العمليات التعليميه سواء داخل المجال او خارج المجال خد بالك بقى من الكلام انت بتكتبه بعد اذنك يبقى الستيك هولدرز دي بتتكلم عن مين؟ عن المجال كله هم مسؤولين سكن من شغلات بس من شغلات المجال البيرنس نفس الكلام هو الستيك هولدر اللي بيشتغلوا سواء في اللي هم المدرسين او الموجهين او الناس اللي هم الكريكولم ديزاين والناس اللي هم مهتمين بالتعليم خارج النطاق التعليمي خالص صح خدت بالك؟ فمعلش تركز لو سمحت في الكلام ده عشان بالنسبه للتيبل كونتنت بعد اذنك بقى لو سمحت ودي نقطه مهمه
طبعا الكلام اللي انا هقوله ده يعني مجرد وجهه نظر. هو الهدف طبعا في النهايه ان احنا نحسن او نجود العمل اللي انت عملته ان شاء الله. بالنسبه لتشابتر 2 في التيبل اوف كونتنت، انت هنا يا مصطفى حصل عندك نوع من الخلط بين البروسيس رايتنج والرايتنج بروسيس، دي عملت لك مشكله جوه الريفيو اوف ليتر. What is the difference between these two terms؟ عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ بين البروسيس رايتنج والرايتنج بروسيس، ايه الفرق بين الاثنين؟ انا خبطت بين الاثنين، اديك ابو هذا الجو. البروسيس رايتنج هو الحاجه اللي هي البرين ستورمينج. نعم. بعد كده على مهلك احنا مش ورانا حاجه. بعد كده بعمل الفيرست ادابت. وبعد كده بعمل ريد الفيرست درافت واصحح الاوبريتنج، وبعد كده اعمل الفاينل درافت واديت او البابلشنج اللي هو عمل ميل. بعد اذنك بعد ما تخلص انا كاتب لك كل الحاجات دي عشان نصلحها لك ونظبطها سوا ونقعد سوا. هنقعد انا وانت والدكتور محمد وهنظبط الامور ان شاء الله. هو اللي قال فعلا بعد اذنك يا دكتور بدر، هو الدكتور مشيت سالك سؤال حلو جدا وده امتحان. يسألك سؤال انت يعني when you write something you should mean it، لازم تكتب حاجه تبقى فاهم معناها بشكل كده عشوائي. سألك سؤال what is the difference between process writing and writing process؟ مش الفرق في الشكل ان كلمه process بقت في الاول وبروسس في الاخر، لا شكل في الكونسبت اللي احنا بنقول عليه. وانت كتبت بدون ما تعرف تفسر دلوقتي. Process writing is an approach to the teaching of writing. No. Approach بستخدمه عشان ادرس بالكتاب. شفت بقى وده اللي قصده الدكتور مشير. انما writing process يعني what the pupils or students do while writing. هما بيكتبوا. لكن بنسميها stages of writing. Process writing. لا writing process. Writing process بيبقى فيها stages اللي انت بتتكلم فيها. انما لما اقول بروسيس رايتنج تبقى ابروتش يعني زي مدخل في التدريس. أيوة. بدرس بيه مدخل في التدريس. نعم. عرفت ازاي؟ فدي غير دي. يبقى اما اقول رايتنج بروسيس غير بروسيس رايتنج. بروسيس رايتنج اربطها بكلمه ابروتش على طول، مدخل بدرس بيه اسمه بروسيس رايتنج. بروسيس رايتنج ده زي ما بيقولوا فيرسس يعني في مقابل in the product او البرودكت رايتنج. ما في واحد وهو بيدرس الكتابه اللي احنا بنصددها دلوقتي بيبقى همه يطلع الجمله صح وخلاص، ادي برودكت. انما مش بروسس. برودكت يعني المنتج النهائي حلو. ادي اللي احنا بندق عليها. البروسس معناها هاو والبرودكت معناها وقت. ايوه واحد هاو واحد وقت. شو بقى عاملين ازاي؟ عرفت بقى الفرق؟ ده اللي بيسالك فيه الدكتور بشير. ده بيخليك بقى في الاخر تشغل، ما دام مش فاهم معنى دي ومعنى دي تخلطهم ببعض. ايوه دي اللي حصل بقى. شكرا. بالنسبه برضه يا مصطفى لو سمحت، في نفس اللي تحت الرايتنج سكيل عندك في كاتب الرايتنج استراتيجي. ايه راي الكلام انت كاتبه؟ هل دي رايتنج استراتيجي ده مصطفى؟ نفس الصفحه؟ ايوه. التيبل اوف كونتنتس. عندك رايتنج سكيل وبعدين تحت عنوان كده اللي هو الرايتنج استراتيجي. هل المكتوب تحت ده رايتنج استراتيجي ده مصطفى؟ ولا دي ستيجز اوف رايتنج؟ يعني انت لو شفت الكلام ده في صفحه 25 وصفحه 28 بعد اذنك، انت جايبه على فكره. صفحه 25 موجوده هنا اهي. ستيجز خمسه اللي هو الشكل اللي انت عامله. وصفحه 28 نفس الكلام. برضه الشكل اللي انت جايبه ده ستيجز. الاستراتيجي دي حاجه مختلفه خالص عن الابروتش، واخد بالك؟ يبقى ده هنغير الكلام ده. انا طبعا بعد اذن استاذ اخويا الاستاذ الدكتور محمد انا اقترحت له في الجزء الليترتشر، كتبت شويه حاجات كده ويا ريت نمشي عن نظبط الليترتشر بناء على الكلام اللي انا بقول لك عليه. أيوة. انا هقراهم هيبقى معلش يعني كوجهه نظر. ايوه. اول حاجه هنقول ريزونز فور تيتشنج رايت، دي اول حاجه هنبدا بيها. بعتبر ده مدخل الكلام. النقطه الثانيه الاول نقطه معلش ذا نيتشر اوف رايتنج، وبعدين ريزونز فور تيتشنج رايتنج،
وبعدين effective writing وبعدين approaches to teaching writing. وطبعا كاتب لك انا اسماء الابروتشز اهي ومنها البروسيس من طبعا هقول لك عليه. عندنا اول واحد اسمه ذا كنترول تو فري ابروتش, ذا فري رايتنج ابروتش, ذا برودكت اورينتد ابروتش, ذا بروسيس اورينتد ابروتش, وبعدين ذا جنرال ابروتش. النقطه اللي بعد كده ذا رايتنج بروسيس, وبعدين ذا بروسيس رايتنج, وبعدين مودلز اوف رايتنج بروسيس. كاتب لك برضو المودلز بتاعتها, وبعدين stages of writing. ممكن تكتب طبعا الاستراتيجيز دي مش فيها مشكله. دي الجزء اللي هو خاص بالرايتنج, لازم نكتب الكلام ده. كل البوينتس دي لازم نتناولها حتى لو ايه باختصار, مش لازم بالتفصيل يعني. باختصار. ولازم طبعا نكتب الكلام ده لان ده مرتبط اساسا بالرايتنج. طيب الصفحه اللي بعديها لو سمحت, بالنسبه للبلندد ليرنينج برضه بالتيبل اوف كونتنت برضه لحن في حاجات هنضيفها, لان برضه الحاجات اللي انت عاملها دي عاوزه عمليه موديفيكيشن تعديل. اتكلمت هنا عن البلندد ليرنينج. البلندد ليرنينج انت لما جيت تعمله في الماتيريال للطلبه استخدمت ايه؟ استخدمت حاجتين اللي ايه وايه؟ استخدمت الاونلاين؟ ها؟ لا استخدمت, قلت ان انا استخدمت البلوج اللي هي المدونه التعليميه, واستخدمت الجوجل دوكيومنت. مش كده؟ انت ما جبتش سيرتهم هنا ليه؟ مش لازم تجيب جزء منهم على جزء عن الحاجات دي, الجزء الثيوريتيكال اللي انت عامله ده ولا ايه؟ بص يا مصطفى, خد بالك معايا, انا كاتب لك برضه الحاجات دي هنا. يعني انت لما جيت تتكلم في البلندد ليرنينج اتكلمت ان جنرال. انت لازم تربط البلندد ليرنينج بالاي اف ال تيتشنج اند ليرنينج الاول, وبعد كده النقطه الثانيه هتقول بلندد ليرنينج اند اي اف ال رايتنج. او اتكلم الاول ان جنرال وبعد اتكلم عن علاقتها بالرايتنج, وبعدين اتس ريليشن تو موتيفيشن. ما جبتش برضه علاقتها, لانك انت واخد الرايتنج والموتيفيشن, ما اتكلمتش عن حتى ولا جبت سيرتها ولا علاقتها بالموتيفيشن. بعد كده هتتكلم عن بلوجز اند اي اف ال تيتشنج اند ليرنينج, لانك جايب ده جزء اساسي في الماتيريال البروجرام اللي انت عامله. وبعدين جوجل دوكيومنت وطبعا علاقتها بالرايتنج والكلام. ده على فكره البلوج لوحدها في ناس عامله فيها رسائل دكتوراه, خد بالك. والجوجل دوكيومنت الدكتور محمد ناقش رساله فيه, رساله دكتوراه. انا ما اعرفش انت زحمت الدنيا هنا ليه. وبعدين المشكله بقى يا عم مصطفى, بعد اذنك, انت عملت بلوج ازاي؟ قول لي. انا فاهم التكنولوجيا كويس جدا, خد بالك. عملتها ازاي؟ البلوج انت عملتها ازاي؟ انا رسمت على ويب سايت. صراحه الويب سايت في بعض بيجز فيها الكونتنت. لا تقول لي عملتها ازاي؟ وات ار ذا ستيبس اوف ديزايننج ذا بلوج؟ حسب ما يبدو انا عملتها ازاي؟ لا ما هو لازم نعرف انت عملتها ازاي؟ امال انت استخدمتها ازاي؟ استخدمتها ازاي؟ عملتها ازاي؟ انا كنت بشرح بالجزئيه اللي اشتغلت معاها كلاس, بعد كده يا ابني انا صممت البلوج ازاي؟ حد عملها لك؟ عملته ازاي طيب؟ وهو فين فين الاكونت بتاعه عشان كنا نخش عليه نشوفه؟ تمام, نخش على الاكونت. طبعا عشان تعمل البلوج لازم تعمل اكونت, خد بالك. وبعدين البلوج دي انت الفائده بتاعتها ايه؟ انك انت ممكن تضيف الطلبه عندك لما تديهم اساينمنت, بيخشوا عليك وتديهم الاساينمنت, تعمل لهم زي تعمل لهم ريفيونج او ايديتنج للحاجات اللي هم انا بعمل لهم, تعمل لهم فيدباك وبعدين تبعتها لهم مره ثانيه. يعني انت عملت اكونت؟ فين هو؟ فين هو الاكونت؟ مش موجود الكلام ده. يا عم مصطفى لازم يكون انكلودد في الشغل بتاعك, وتجيب سامبلز من الحاجات اللي الطلبه بعتوها لك عشان بعد كده نشوف الكلام ده. تمام. والجوجل دوكيومنت عملتها ازاي؟ قول لي بقى. الجوجل دوكيومنتس عملت لكل طالب صفحه على جوجل دوكيومنتس. ها؟ وكنت عامل كل طالب صفحه على جوجل دوكيومنتس, كنت رابطها على الويب سايت. الطالب من خلال يا عم مصطفى بقى. انت دلوقتي ماسك لي الويب سايت يعني. الويب سايت دي كلام عام. موقع الكتروني. انت عملت البلوج والجوجل دوكيومنت دي من تطبيقات اللي هي الجيل الثاني للويب, تطبيقات الجيل الثاني. خد بالك الويب 2. عملت ازاي الجوجل دوكيومنت؟
جوجل دوكيومنت وبعد كده ربطه مع التوك. يا سيدي الفاضل بعد عشان تعمل جوجل دوك تستخدم جوجل دوكيومنت. المدرس اولا بيعمل له اكونت زي البلوج بالظبط، وبعدين بيعمل هوستنج للطلب عنده استضافه ليه، ويعمل بلوك عشان ما يمنع اي حد يخش عشان ما يلخبطوش الحاجات اللي هو بيعملها والطلبه اللي بتعملها، وبعدين بيعمل لهم ريفيجن وبيديهم فيدباك وبيبعت لهم الكلام ده تاني. هو ده الشغل المظبوط. ما انت عملت ايه؟ عملت ايه هو طيب؟ مش ما فيش حاجه من الكلام ده موجوده اهي. تمام. ايه رايك في الكلام؟ لازم تكتب الاكونت بتاع الاثنين. وتجيب لنا سامبلز من الحاجات دي. طلب. تكتبها تضيفها في الابندسيز عشان الناس تشوف الكلام ده. ايوه ان شاء الله. ولا انت رايك ايه؟ سامبلز او ستيودنتس او ستيودنتس. معاك حاجه تعرضها على الشاشه السكرين؟ نعم. معاك حاجه تتعرض؟ هو بس هي بتحتاج بس مش عارف. المهم يا مصطفى خد نقعد سوا ان شاء الله ونظبط الكلام ده. بعد اذن طبعا الدكتور محمد عشان رساله الحفظ في المكتبه تبقى يعني حاجه تشرف يعني. بعد اذن. هنيجي على تشابتر 1 لو سمحت. قبل صفحه 2 عندك الباراجراف الرقم 3 انت في وسط الكلام كده كاتب لي حروف كابيتال ما اعرفش لازمتها ايه، يعني اخر سطر في الباراجراف رقم 3 ان ذا كوميونيتي اوف انكوايري فريم ويك ما اعرفش لازمته ايه انك تكتب كابيتال ليترز في الوسط كده. على فكره الكلام ده متكرر كتير واخد بالك. هات صفحه 7 لو سمحت. الباراجراف الثاني يا مصطفى بعد اذنك اخر سطر فيه بتقول ايه؟ ها بس there is a need to develop writing performance among EFL prospective teachers. يعني ايه الكلام ده؟ انت بتشتغل على prospective teacher؟ يعني ايه prospective teacher؟ ها؟ انت بتعمل بحثك على مين؟ students. طب ما انت ايه اللي الكلام ده؟ prospective teachers اللي هم المدرسين لسه متخرجوش من كليه التربيه اللي هم بيدرسوا ده ولا ايه رايك؟ لا الكلام ده طبعا شيل الكلام ده، الكلام ده مش مظبوط. هات صفحه 9 لو سمحت. عندك الباراجراف الاولاني شوف خد بالك من نظام التوثيق. ان طبعا التوثيق انا عاوز تظبيط برضه، يعني انت لو شفت التوثيق الاولاني هتلاقيه عاوز وبصيت للتوثيق اللي في اخر الصفحه هتلاقي ده غير ده. اه طبعا في اخر الصفحه خالص الصفحه 9. التوثيق اللي في الاول غير اللي في الاخر، لازم يبقى ماشيين كده. البدايه في نهايه الباراجراف؟ نعم. الباراجراف الثاني مره عملية توثيق في اول باراجراف وجايبين التوثيق في اخر باراجراف، انا والصح فيهم. ها؟ لا الحاجات دي عاوز تظبط بعد. ماشي؟ هات صفحه 11 لو سمحت. اللي هي ستيتمنت اوف ذا بروبلم. انت جبت لنا هنا في الريسيرش كويستشنز جبت لنا سؤالين. طبعا السؤالين دول معلش يعني عاوزين نفكهم شويه. دايما بنعمل مين كويستشن وبعدين بنعمل سب كويستشن ولا ايه رايك؟ انا كاتب لك الكلام ده هنا. فبنقول ايه بقى عشان نظبط الكلام ده؟ بنقول This study was an attempt to find an answer to the following main question. دي أول سؤال، السؤال الرئيسي اللي هو إيه؟ What is the impact of a blended learning program on developing the writing skills؟ وتكتب العنوان نفسي. ده أول، دي السؤال الرئيسي. بعد كده عندنا السب كويستشن. هنقول What are EFL pre-stage students writing skills؟ أنت في المرحلة اللي أنت واخد فيها. السؤال اللي بعديه To what extent do those students master these skills؟ عشان تعمل بعد كده تيست وعامل كويستشنير، وما هي دي الاسئله اللي الحاجات اللي انت عاملها بتقيس الكلام ده. السؤال اللي بعديه How can a blended learning program be designed to develop طبعا الرايتنج سكيل والكلام ده كله. بعد كده what is the impact of this program on writing skills؟ وبعدين its impact on motivation. اسئله كتيره بالطريقه دي. ماشي؟ انا كاتبها لك عشان ايه تبقى
تظبطها بعدين. في بعد كده عندنا في صفحة 12 لو سمحت. لا significance طبعا انت عندك فوق خالص purpose of the study ملخبط بين كلمة purpose و aims مرة تستخدم دي ومرة تستخدم طبعا الفرق بين الاثنين. خد بالك من الكلام ده. purpose و aims عشان بعد كده جاي الكلام ده جوه. significance of the study لو قريت السطر الاولانيين بتقول the current study highlighted the importance of the blended learning program on writing strategies through the various stages. طبعا الرايتنج استراتيجي خاصه بالستودنتس ولا بالتيتشرز ولا مين بالستودنتس. طيب مش لازم يكون الكلام ده واضح هنا يا مصطفى ولا انت ايه رايك؟ لا صفحة 13 عندك رقم 4 اللي هي the limitation of the study بتقول blended learning instruction is the only mode. هي mode ولا strategy ولا technique ولا يعني برضو مش لازم يكون في يعني حاجة ثابتة تمشي عليها. بعد إذنك في صفحة 14 في الـ definition of terms طبعا استاذتنا الدكتوره فاطمه اتكلمت عن الكلام. طبعا عشان نعمل definition of terms لازم تجيب some definitions from the literature. You must depend on the reference books and the dictionaries. خد بالك مش تجيب تعريف واحد بعدين تعمل لي الاوبريشنال definition. وبعدين الاوبريشنال definition لازم يكون مرتبط ارتباط وثيق بالعينه اللي انت بتشتغل عليه مش كلام عام كده. يعني انت لو قريت الاوبريشنال ديفينيشن على الرايتنج سكيل ده بريزنت ستادي ها اقراه كده ذا بريزنت ستادي ديفاين رايتنج ديفاين ذا بريزنت ستادي ديفاين از الادكشن اه صحيح معلش مش مشكله الادكشن اوف رايترز رايترز ايدياز اون سيرتن توبيك ان ا ريتن فورم وذ ريليفنت كونتنت لي اورجانيزيشن اوف ايدياز the adequate vocabulary and using mechanics appropriately. لو قال الكلام طبعا لما يقران ليه كلام عام. المهم ان احنا هنا you must stick to great extent to the participants of your study. لازم الاوبريشن ديفينيشن يكون مرتبط ارتباط وثيق بالعينه اللي انت بتسجلها عندكم. لازم تجيبهم هنا في التعريف الدراسي. ماشي. بالنسبه للشابتر 2 لو سمحت. On page 24, شوف كده فيها ايه. برضه من هنا بقى بدأت اللخبطة معلش. لا كانت الرايتنج بروسس رايتنج والعملية مش واضحة بالنسبة. وبعدين أنت قبل كده لو سمحت أنت عملت ديفينيشن أوف تيرمز. أنت جبت عرفت الكلام ده تاني ليه؟ أنا قلت بالك ده كل ما قلت وين الفاليبل في الدور ستارت بدأت تعمل تعريفات تاني، لما احنا جبنا في الأول عملناها خلاص يا دكتور لا بس واخد بالك؟ طبعا احنا الحاجات بقى صفحة 28 والكلام ده دي اللي هي الستيجز اوف لايف اللي احنا قلنا عليها اللي انت كاتبها استراتيجيز في الأول. At page 35, please. الباراجراف الأخير يا مصطفى لو سمحت برضه في الباراجراف اللي فوق خالص كاتب لي كابيتال ليترز في الوسط طبعا ملوش لازم لازم نمشي بقى سيستماتيكالي. الباراجراف الأخير لازم يكون تكتب لنا السورس اللي أنت جايبه منه. ما أنتش كاتب السورس بتاعه صفحة 35. شوف بالرفع دي ما في ما انتش كاتب السورس اللي انت جاوبه ولا ايه رايك؟ في صفحه 36 اللي هي ريفايزنج اند اديتنج المرجع الاولاني اللي هو اسمه ايه؟ ريفايزنج المرجع الاولاني اقرا كده اول حاول بالرفع By J, DSM, Powers. كويس. أنا عاوزك تجيبوا لي من المراجع من ورا لو سمحت. شوفوا لي كده موجود ولا مش موجود. موجود في المراجع.
عايز موجود. عايز أنتوا موجودين في صفحة 135. 135. آخر واحد. أي شيء مطلوب إيه؟ أكثر من شيء. لا تقولي يا مصطفى ده. الأول. مش ساعة عندك. بس هو كتبه هنا بطريقه طريقه الكتابه هنا اللخبطه هنا وبالتالي انا جيت ادور على انت ايه حسب ما هو كاتبه ايوه ليه كونسيستنت البراف الثاني برضو ما انتش كاتب السورس بتاعه يا مصطفى خدت بالك مش كده في صفحة 38 يا مصطفى لو سمحت كاتب لي فوق خالص تو كونكلود وبعدين انصم نعمل سامل وخلاص والكلام ده ولا ايه رايك في صفحة 39 لو سمحت طيب يا ريس بتحاول نساعد عشان نظبط الامور لو سمحت صفحة 39 يا مصطفى لو سمحت نفس الكلام اللي هو الموتيفيشن اتعرفت الحاجات دي قبل كده خد بالك يعني نحاول للجانب الكلام ده صفحة 40 الباراجراف الثالث في برضه خطر بسيط كده في اللغة انا هعمله لك في صفحة 41 لو سمحت اللي هي كاركترستيك اوف موتيفيشن اقرا كده يا مصطفى الجملة الأولانية لو سمحت. According to Gardner, cited in Cobain 2011, there are four. عندك بيقول there are four elements. خد بالك من كلمة four دي. لو رجعنا لصفحة 39 الديفينيشن اللي أنت كاتبه. اقرا كده أو نفس الكلام. Gardner. مال إيه؟ Gardner in his socio-educational model. Shankles, Wolverine, and Lawrence, 2013, indicated motivation, consistent. Indicated the. Indicated that motivation. وبعدين motivation تكتبها small letter مش. إيه اللي خليها كم ما دي؟ شنو عم بقى نصلح الكلمة عننا وقعدنا. هات لي صفحة 55 احنا ماشيين سريعا هم مش عايزين بس لا طبعا احنا نظبط الامور ان شاء الله عشان تمشي نفس الكلام برضه انت كاتب لنا الدن وكاتب لنا الديفينيشن خلاص؟ خلاص برضه دي يعني عندك ما اعرفش ايه الريكومنديشنز دي والحاجات اللي كاتبها هنا دي. ست السناين بليز. مالوش لازمه الكلام ده لان انت مكرر الكلام ده تاني.
انك انت نقلت حاجات من الحاجات اللي هي ريليتد تو تكنولوجي وما مش كان ليها لازمه تحطها هنا. يعني عندك في صفحه اون بيج 74 كاتب هنا بنفيتس ثاني اهو بقى شوف بنفيتس اوف بلندد ليرنينج. ما انت اتكلمت قبل كده عن الادفانتجز والديس ادفانتجز يبقى لازم نجمع الكلام ده مع بعض بعد اذنك يعني. اون بيج 76 الدكتوره استاذتنا الدكتوره فاطمه انا بيتك للنقطه دي برضه. انت كاتب هنا تيتشرز رولز بين ستودنتس رول. لازم تقول للطالب ما هو العمليات التعليميه لازم يكون فيها اثنين مش واحد لوحده كده ولا من درس لدرس يمين. في صفحة 80 لو سمحت. آخر حاجة في الصفحة يا مصطفى لو بعد إيه؟ طيب خلاص بص كده في الصفحة اللي قبليه صفحة 7 الصفحة اللي قبليه. الباراجراف اللي قبل الأخير. Distance phone and sticker 2013 هو ده هو ده ولا ده غير؟ هو نفس الكلام ولا انت رايك ايه؟ ده هو ده هو ده نفس الحاجات الموجوده دي. فانت الحاجات المكرره دي بلاش منها لو سمحت. عندك برضه صفحه كون بيج 82 جايب لنا تاني برضه ريزون فور امبلوينج ابليتد ابروتش. احنا سمعناها بينفيتس او ادفانتجز كله يعني مع بعض مع بعض. كون بيج 83 طبعا استاذتنا الدكتوره برضه الدكتور فاطمه اتكلمت قالت لك فين الاونلاين سيشنز والوصف دي انا جميل. دي نقطة مهمة جدا وده ده الشغل بتاعك أساسا. نفس الكلام اللي هو في صفحة 84 مش باين انك انت بتتكلم عن لو وصفت الاونلاين ولا الاوفلاين ولا الحاجات دي. عاوز مراجعة الكلام ده. اون بيج 85 فوق خالص بتقول ذا ريسيرشر بينفيتد فروم ريفيوينج ذا ريليتد ستاديز. انت عامل ريليتد ستاديز ولا ريفيو في ليترشر؟ طيب امال علم على الكلام ده عشان تظبطه لو سمحت. احنا بنتفرج خلاص. لا حضرتك بس ركز معايا. هنسيب بقى الشابتر ده ونروح للفصل اللي بعديه. On page 88 please. اللي هي design of the study. لو قريت كده بتقول the present study ها. Adopted an experimental method. استنى طيب احنا بنستخدم الاسلوب التجريبي ولا بنسميه quasi experimental؟ شبه تجريبي. الاكسبيرمنتال ده في العلوم وفي الحاجات دي ده بنسميه quasi experimental method. ماشي. اون بيج 89 بليز. عندك انسترومنتس اوف ذا ستادي. خد بالك بقى معايا من الكلام عشان انت عاوز تنظيم شويه. انت كاتب لي هنا كام اداه؟ رايتنج سكيلز تيست وعندنا موتيفيشن. موتيفيشن سكيل ولا كويستشنير؟ كويستشنير. والجانب النفسي بيسموه كويستشنير ولا سكيل؟ سكيل. سكيل واخد بالك؟ بص يا مصطفى انت جبت حاجتين هنا وانت عامل اكتر من عندنا عامل اربع ادوات يا مصطفى. عندك انت كاتب الانسترومنتس بتاعتك رايتنج سكيل كويستشنير دي اول حاجه. تاني حاجه رايتنج سكيل تيست ده تاني اداه. ثالث اداه اللي هي رايتنج روبريك ده ولا ايه؟
الرابع حاجه اللي هي الموتيفيشن سكيل. عندك اربع ادوات مش اتنين، لانك بعد كده جايبهم والترقيم بتاعهم اتلخبط، عشان كده انا قلت لك تكتبهم الاول وبعد كده تاخد بالك تشوف ده رقم كام عشان تبقى مظبوطه. لو شفت صفحه 90 بعد اذنك، اللي هو الباراجراف الاول ذا ريزلتس اوف بايلوتنج ذا تيست ريفي. انت لو قريت الباراجراف ده كده اقراه كده سريعا عشان نشوف ايه الحكايه. ذا بايلوتنج ذا تيست ريفي اون وان هاند ذات موست اوف ذا بيبلز هاد ذوز سكور كونسيرنينج ذير رايتنج بيرفورمانس. كويس، طيب خلاص سيبك من الجمله دي، اقرا من الاول. اون ذا اذر هاند On the other hand, pupils found the science topics interesting and related to their everyday lives. انت ايه رايك في الجملتين دول؟ الكلام ده متناقض مع بعضيه ولا ايه رايك؟ الطلبه جابوا درجات منخفضه في الرايتنج بالفور. وبعدين بتقول الطلبه لقوا ان الموضوعات اللي عليهم موضوعات حاجه 100 ولذيذه ومرتبطه بحياتهم اليوميه. اعتقد لما تكون الموضوعات مرتبطه بحياه الطلبه اليوميه وحاجات ممتعه بالنسبه لهم ده لازم هيجيب درجات عاليه. ولا انت رايك ايه؟ تمام. علم على الكلام ده عشان تظبطه بس. في صفحه اون بيج 91 بليز. فوق خالص يا مصطفى. السطر الثالث كده لو وريته لو سمحت بتقول السطر الثالث الاول ذا فاينل فيرجن كونسيستد اوف تو ايه؟ The final version consists of two tasks. أيوة. Task one includes two topics and pupils were asked to write a five paragraph to say on one of those two topics. كويس. يعني انت هنا الطالب هيكتب five paragraph اسم. لو رحت لصفحة 89 اللي هي description of the test pupils سطر الثاني تحت description of the test pupils were asked to write ايه؟ pupils were asked to write four paragraph. ها ايه رايك في الكلام ده؟ لا ظبط الحاجات دي مره فايف ومره فور. طبعا النمبر بي سكورنج روبريك الرقم بتاعه مكتوب غلط. الرقم بي لو شفته في صفحه 89 رقم بي عندك اللي هو موتيفيشن سكيل. لا يعني الارقام تكتبها مظبوط. رقم الجدول رقم الشكل. اون بيج 92 بليز لما تيجي تتكلم عن ال بتقول هنا سي ابندكس سي فور ذا فاينل فيرجن اوف ذا سكورينج روبريك اند ابندكس اي فور ذا نيمز اوف ذا جوري ممبرز. ده كل ده مكرر الكلام جوري ممبرز تكتبه مره واحده خلاص. 93 اللي هو الموتيفيشن سكيل. طبعا انت كتبت حاجات هنا ومش قلت لنا المصدر بتاعها جاي من مين ولا كده. لازم يكون في مصدر. '95 نفس الكلام اللي استاذتنا الدكتوره قالت اللي هي الاي بي دي. كان لازم تكتب الاوبن بتاعها دي معناها ايه؟ واخد بالك؟ وبعدين بالنسبه للشغل بقى احنا قلنا هناك كاتب لي مره بيكتب وبعدين كاتب لي ايه؟ انت لما جبت الاهداف بتاعت البرامج مش كان المفروض تجيب الاهداف بتاعت الوزاره الاول عشان نشوف ايه اللي ناقص فيها وايه عشان نعالجه؟ دي كانت نقطه مهمه بعد اذنك نشوف الاهداف بتاعت وزاره التربيه والتعليم المرتبطه بالرايتنج عشان نشوف ايه جوانب القصور اللي فيها ونشوف بقى نعالجها ازاي. اكتبها عندك لو سمحت، انا كاتب لك الكلام ده كله هنا. On page 96,
اللي هي طبعا استاذتنا الدكتوره فاطمه سالتك كتير عن الحاجات دي، قال فيها بجو كده مش واضح، عاوزه تبان ده الكلام ده واضح بذهن. يعني مثلا لما تقول لي في اللي هي بتقول لي ايه some essential principles were taken into consideration، روح كاتب لي شويه حاجات. يعني مثلا رقم واحد بتقول the researcher gave pupils familiarization sessions about the website. what website؟ انه الويب سايت بتاع ايه؟ اللي بعديه ايه رايك اللي بعديه؟ لا لا النقطه اللي بعديها second point please. اه the researcher created productive and cooperative learning strategies into the classroom to enhance pupils writing skills. ازاي بقى الكلام ده؟ هاو عملت الكلام ده ازاي؟ لازم كل الكلام يبقى واضح. واللي بعديها نفس الكلام مش واضحه بزياده شويه. اون بيج 97 في الاخر هنا بتقول لي ماني اي بي ميديا وير يوز ماشي كامل كده في البروجرام انكلودينج لابتوب سمارت بورد وايت بورد موبايل فون اند. طيب خلاص ايه الفرق بين سمارت بورد ووايت بورد؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ سمارت بورد الوايت بورد اللي هي السلام ماركر. بص يا احمد لو دخلت على النت وكتبت اي واحده من الاثنين هما الاثنين بمعنى واحد. سمارت بيسموها احيانا سمارت وايت بورد، سبوره تفاعليه، هي نفس دي هي دي. خدت بالك؟ يبقى الاثنين واحد. لانهم مختلفين بقى. اهو كاتب مره كده ومره كده. الاثنين واحد خد بالك. السمارت بورد او الوايت بورد ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز كمبيوتر خدت بالك؟ ده بيوفر حاجات كتيره بالنسبه للطلبه انه بيخلي فيه نوع من الانتر اكشن بين تيشر اند ستودنت. واخد بالك؟ هما الاثنين واحد خد بالك، لو دخلت على الليترشر هتلاقي الكلام ده اللي انا بقوله لك. معلش بعد اذنك. في صفحه اون بيج 98 بليز. الباراجراف اللي فوق يا مصطفى لو سمحت. انت عملت التجربه بتاعتك في كام اسبوع؟ ثمانية. طيب شوف لي كده الكلام اللي انت كاتبه فوق الباراجراف اللي فوق ده لو سمحت. ستيج 1 توك بليس ان ذا فيرست فوق الباراجراف اللي فوق اول باراجراف؟ اه السطر الثاني بتقول ايه؟ ستيج 2 لاستد فور 6 ويكس ماشي؟ وبعدين ويك عباره عن انتروداكشن واللاست ويك كتست. يعني اثنين واحدة في الأول واحدة في الانتروداكشن واللاست اللي هو طبعا اللي هو الايفالويشن. طب لو شفت صفحة 79 بعد 97 ده الصفحة اللي قبليه عندك السطر رقم خمسة. Once a week distributed over 7 weeks. 7 weeks. Once a week in class. ولا انت ايه رايك؟ يعني انت ما حسبتش هنا الانترودكتري مثلا؟ لا يعملها مثلا زي ما انت بتقول 8 اسابيع يبقى هنا 80 الباراجراف الثاني يا مصطفى لو سمحت في السطر الثاني اللي هي ستيج 3 98 ستيج 3 ها ايه رايك كده؟ devoted to submitting the final writing product to the teacher before and after. What do you mean by writing project? احنا عاملين writing project يا مصطفى. طب الامور كده يا واضحه. غير كده. غير دي مش تنفع كده. ده موضوع البروجكتس دي حاجات ثانيه خالص غير البروجرام اللي انت عامله. ولا ايه رايك؟ في هات صفحة 100 لو سمحت. أو نفس الكلام برضو في السطر رقم 4 كاتب لي هنا The blended learning program lasted for 6 weeks.
خلي بقى الامور كده ماشيه كلها متناسقه مع بعض. ماشي. في الباراجراف رقم 3 بتقول each session had its own ايه؟ objectives. كويس. وبعدين materials and procedures. The procedure of each session follows six main stages as follows. Objective of the session. Each session followed six main stages. يعني في كم مرحلة هنا أنت ماشي عليها؟ لو قلبت الصفحة كده فين رقم 6 مش موجود؟ آخر حاجة كام؟ فين 6؟ مش موجود رقم 6. فين 6؟ شوف المسودة اللي كنت بتكتبها. أنا قربت أخلص يعني معلش. On page 124 بالنسبة للكونكلوجن يا مصطفى لو سمحت. تنفع الكونكلوجن دي سطرين. لا ده انت لازم تترجم. What is the importance of the conclusion? What is the importance of concluding the conclusion? قول اهميتها ايه؟ The conclusion give the result of the study and what the advantage and the disadvantage of the study. دايما الكونكلوجن سوري it gives the leader the last impression about your own work. فبتلخص كل الكلام اللي انت عملته عشان ده اخر انطباع الواحد ياخده وهو بيقرا الكلام. خدت بالك؟ طيب هنجيب بقى الريفرنس. انا قربت اخلص. طبعا الريفرنس عايزه تظبيط برضه يا مصطفى لو سمحت. الريفرنسز عشان لازم نمشي بنظام واحد. يعني عندك المرجع رقم 6. اسالك في حاجه واحده وخلاص ونسيب الريفرنس وبعدين هنخش على حاجه ثانيه. رقم 6 عايز اشوفك عارفها ولا مش عارفها دي، لان دي مهمه حتى للباحثين اللي قاعدين. انت كاتب هنا الدي او اي دي في كتير المراجع هي واللي بعديها وهكذا. دي او اي يعني ايه دي او اي؟ ده الملف اللي انا هاخده منه. لا الدي او اي دي دلوقتي يعني طبعا المصريين كلهم ليهم حاجه اسمها الايدنتيتي الرقم القومي اللي هو رقم القومي. ده الرقم القومي بتاع اي دراسه. انت لو كتبت الرقم ده على اي على جوجل او على الياهو او على الالتا فيستا او على اي موقع هيجيب لك الدراسه دي. ده بنسميه ده اختصار الدي او اي. ده اختصار ايه؟ ها اختصار ايه دي؟ ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير ترجمتها بالعربي ايه؟ ها هم بيترجموها بالعربي يسموها المعرف الرقمي او الملقم الرقمي. ترجموها كده باللغه العربيه. يبقى الدي او اي دي اللي هو الرقم بتاع الدراسه. على فكره كل المودرن جيرنالز بتستخدم الدي او اي دي. لو دخلت الرقم ده جرب كده هتلاقي الكلام مظبوط. لو دخلت اي رقم من الارقام دي هجيب لك الدراسه بالتفاصيل بتاعتها كلها بالكامل. هات لي بقى الابنديسيز. انا قربت اخلص ومش هنطول تاني يعني. لان طبعا الابنديسيز دي وده الشغل بتاعه هنشوف بس 166 بليز اللي هي ابندكس اف ذا بلندد ليرنينج بروجرام. طبعا انا لما جيت اقرا الكلام ده يا مصطفى لا لقيت مثلا البلوج ولا الاكونت بتاعها ولا الجوجل دوكيومنت ولا اي حاجه من الكلام ده. طبعا لازم الكلام ده يكون موجود وتجيب لنا سامبلز من الحاجات دي. مش واخد بالك؟ يعني عندك في صفحه 166 في الماتيريال كاتب تحتها ايه؟ دي هل دي ماتيريال دي؟ ولا دي اسم بتسميها ايه؟ تيتشنج ايد. تيتشنج ايد. وما
وبعدين في البروسيجر نفس الكلام نمشي البروسيجر في حاجات كده. عندك كان صفحة 167 في آخر الصفحة كتب لي هنا إيفالويشن معنى عملت الطلبة بورتفوليو. إيه اللي دخلك في البورتفوليو ولا دخلك في حاجات دي؟ عملته إزاي البورتفوليو؟ أوضه مين بقى ده البورتفوليو؟ الحاجات اللي هو بداية البروجرام اللي أنت اشتغل عليها تبقى يعني تسمع ايه كل ما بيتعلم حاجه جديده بيرجع يشوف حاجه اكتر قبل كده اللي حصل ولا لا. كل ما بيحصل في المزاج بعد البورتفوليو ده من تطبيقات الجيل الثاني للفلوس تمام. وعندنا 3 تايبس اوف بورتفوليو، عندنا 3 انواع. النوع الاولاني اللي هو البيبر بورتفوليو، الثاني اللي هو الالكترونيك بورتفوليو، النوع الثالث بنسميه ديجيتال بورتفوليو. ده 3 انواع عندنا. ها ايه الفرق بين الديجيتال والالكترونيك ولا مش قريت عن الكلام ده؟ طيب المشكله دي يتخصص تكنولوجيا. طبعا ده البورتفوليو ده فيه للتيتشرز بورتفوليو وفيه ستودنت بورتفوليو، وده بيستخدم بره على فكره المدرسين بيستخدموا بيتم استخدام البورتفوليو بتاعه عشان يرقوا المدرسين بيه، يعني ما بيحضروش دورات تدريبيه. الكلام ده نظام بقى بيعمل ابحاث وينشرها على البورتفوليو بتاعه على الويب طبعا بكل ويب سايت. الويب سايت بيعمل عليه البورتفوليو بتاعه. الستودنت بورتفوليو ده على فكره بيستخدم للطلاب من اول مرحله الحضانه بره. لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتسافر هتشوف الكلام ده. بيبدا من مرحله الحضانه مع الطالب اللي هو الويب سايت بتاعه، بيكتبوا فيه كل حاجه. من التطعيمات حتى الالعاب الرياضيه حتى هواياته ايه حتى مش عارف الكلام ده كله. وده انه ماشي معاه لعند ما يخلص الجامعه. بينزل عليه كل الدرجات بتاعته والحاجات دي، لدرجه ان هم لما بيجوا يطلبوا حد لوظيفه من ضمن الحاجات الاساسيه الموجوده في الابلكيشن فورم يقول له اكتب لي الويب سايت بتاع البورتفوليو بتاعه، وبخش عليه بقى لصاحب العمل يقراه من اول مكان في مرحله الحضانه لحد ما اتخرج. يبقى ده طبعا دي صوره صادقه على الحياه، يشوفوا اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. واخد بالك؟ كل الحاجات الفاضله دي برضه في حاجات مالهاش لازم تكتبها، انا مش عارف بتاعت ايه. انا معلم لك عليه. وبالرغم طبعا من كل الملحوظات دي انما الكلام ده لا يقلل من قيمه العمل اللي انت عملته والمجهود. البصمات الاستاذ المنصور محمد واضحه جدا، وده شغل كويس جدا وعمل يعني علمي متميز، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق باذن الله. هذا هي عادتنا دائما ضغط علمي يعني تاخذ منه الثقه على اصولها يعني. فجزاك الله عن هذا الطلب الكريم ده. والان مع ابو العريس بقى عشان يرجو بدلوه ويقول لنا بقى يعني ايه عن حته الكفاح مع مصطفى. فليتفضل استاذ الدكتور محمد حسن بالتعريف على المدام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحقيقه مش عاوز اكرر شكري وتقديري مره اخرى لاستاذتنا استاذه الدكتوره فاطمه صادق محمد على هذه الملاحظات القيمه التي ادتها في هذا العمل، وشكر ايضا لاستاذنا الاستاذ الدكتور ميشيل عبد المسيح على هذه الملاحظات. والحقيقه انا كتبت وراهم ملاحظات كثيره، بس في ناس يعني القاعدين الباحثين لازم يلموا هذه الملاحظات، لان الحقيقه بتتكرر الملاحظات دي كل ما تيجي كده ناقش رساله نلاقي بتتكرر. ليه؟ اما ما بيحضروش او قاعدين مش منتبهين، انما الحاجات اللي بتتقال دي يعني حاجات مهمه جدا. طبعا لغه الرساله انجليزي لازم اقول لك يعني بالانجليزي. استاذتنا الدكتوره فاطمه قالت الملاحظات دي your work is serious accurate and conscientious. بتقول لك الايجابيات اللي قالتها والملاحظات الاثنين. No colors in the soft copy of the thesis should be added. طبعا ما فيش الوان والكلام ده. The system of writing and the font size should be considered. The abstract is well done. But the keywords should be written in order according to the title. Okay? Table of contents. No bold should be given, should be used. كل حاجة تعمل بولد 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 على الفاضي والمليان.
list of tables. Tables should be placed in order of appearance throughout the thesis. تبتاعي list of tables يجي حسب ظهورها في الرسالة. مش تعمل واحدة لواحدة. In order of appearance throughout the thesis. No list for appendices. مش تقول list of appendices. Page 4, the use of previous studies in chapter 1 should reflect the context of the problem. نستخدم previous studies in order to reflect the context of the problem. Okay? No problem. Page 7, are you for investigating the pupil's difficulties with writing? No. You are for developing writing skills. طبعا سألتها استاذنا الدكتوره سؤال difficulties of writing, مالها ومال developing writing skills. There is a difference. دراسة ودراسة حاجة. Page 10, you should have been more concise. استخدم حاجة استخدمها باختصار بس في نفس الوقت precise. Be concise and precise at the same time. Okay? On page 14, definition of terms, the difference between term and the concept. قالت لك الكلام وانت تعرف طبعا الحقيقه كلنا استفدنا وانت بالذات اللي قاعدين لازم نستفيدوا من كده ان the term is different from the concept. يعني على سبيل المثال process writing approach is a concept not a term. دكتور فاطمه also advised you in chapter 2 to when you use something like technology should be used as a medium, as a device, not as an end. لما نستخدم التكنولوجيا في مجال اللغة الإنجليزية مش عشان التكنولوجيا, not for technology's sake. ما بنستخدمش التكنولوجيا عشان التكنولوجيا, لا, احنا بنستخدمها عشان كده بيسموها computer assisted, مش كده؟ أو technology assisted عموما, instruction. بندرس عشان نستخدمها as a device for teaching and for developing language skills. مش احنا بتوع تكنولوجيا, مش كده؟ بنستخدمها in order to develop language skills. In chapter 3, description of the test. Tasks are not compulsory. ايه compulsory؟ compulsory سألتك دكتورة فاطمة, قالت لك what do you mean by compulsory؟ قعدت تقول حاجات مختلفة عن المقصود. Compulsory means obligatory. ما compulsory ده يعني إلزامي وإجباري. أنت ما تقصدش كده. وبعدين tasks should be free, ما تكونش compulsory, مش كده؟ هيأديها وهو متضايق وغصب عنه ما ينفعش. Description of the test. Table of specifications should be added. قالت لك description of the test, when you describe a test, what do you mean by description of the test? When you describe a test, you should describe what each item measures. مش كده؟ كل item بيقيس ايه؟ Item number one, or item one, measures so and so. Item two, measures so and so. هذا description. وتعمل ده كله في table of specifications. No need for computing the reliability of the rubric. طبعا rubric ده حاجة إلى حد كبير بتبقى standardized. مش عاوز الـ reliability. Okay? On page 94, no limitations for the program. Where is the material of the program? Where is the content of the program? كل الكلام ده يكون واضح. No abbreviations should be used if they lead to ambiguity. افرض الابريفيشن ده هيؤدي لغموض. اما استخدمها ده مش اي في, اي في 1 مش عارف اي في دي بتاعتي. مش كده؟ يبقى when abbreviations lead to ambiguity, omit the abbreviations. مفيش. ما تعملش, اعمل full form, strong form. Avoid high sounding objectives for the program. ساعات تكتب في البروجرام حاجات high sounding, ومعنى high sounding تجيب اهداف لا طلبه مطلوب منهم يعملوها ولا انا اعرف احققها. مش كده؟ زي ما قالت لك استاذتنا الدكتوره اديت لك امثله انت اكت ما اعرفش ايه, وبعدين descriptive and narrative essays. الكلام ده يعني صعب عليهم على بتوع اعدادي. مش كده؟ Also, instructional strategies, it's better to use the term or the concept instructional strategies, not teaching strategies.
انا قلت لك سالتك سؤال what is the difference between instruction and teaching. And teaching يعني related to the teacher. انما instruction includes both the teacher and the learner. كده؟ The instructional strategies, not only teaching strategies, but also you should use instructional strategies instead of teaching strategies. Because instruction, as I told you now, includes both teaching and learning. On page 98, evaluation of your program, where are the steps of online and offline instruction? Okay? You should clarify this. You should reveal online instruction and offline instruction. Where is the role of the teacher? Where is the role of the pupil? Where is the integration of both online and offline instruction? Also, she advised you to add a covering letter for the test. What the jury member should do, or should read, or should identify, or should judge. On page 195, when you use something, you should be, this something should be of value. استخدم حاجة استخدمها ليها قيمة ولها معنى، يا إما ما تستخدمهاش، مش كده؟ All the remarks. However, all the remarks so far raised by Dr. Fatma, she said that all the remarks raised by her do not belittle your effort or the effort you exert. As for Dr. Michelle said that the problem of the study is timely and very important, and the abstract is well done, but he asked you a very important question. What do you mean by stakeholders? And you were at a loss. I observed that. You what do you mean by stakeholders? Okay? By stakeholders we mean beneficiaries. In other words, all the people who benefit from your study. كل اللي يقول لك فئة المستفيدين أيا كان موجهين مدرسين طلبة ناس برا المجتمع زي ما قلنا كده كل. Okay? Table of contents, what is the difference between process writing and writing the process? وإذا اللي وضحته أنا بساعتها قلت لك يعني عملت خلط confusion بعد كده لأنك ما عرفتش الفرق ده هتحاول طبعا الكلام ده عاوز مراجعة Some review of literature sections on the variables of your study like logs and Google documents كل الكلام ده عاوز يضاف يعني What are the steps you followed in designing the blogs and Google documents? سألك السؤال المفروض تعمل إضافة. You should add some sections about blogs and Google documents. Okay? Or the steps you followed, okay, in designing your program. Dr. Bashir also advised you to use mechanics of writing. Correctly, طبعا في بعض الحاجات الكابيتال ما عرفناش ليه. Irrelevant sections should be omitted. لما قال لك prospective teachers. What is the relationship between prospective teachers and your own study? You are for prep school pupils. Okay? مالناش دعوة بقى prospective teachers. Be consistent in documenting references. When you document a reference, should be consistent, مش مرة توسع بطريقة ومرة مختلفة تانية. Research questions should be reorganized, وقال لك هو ازاي, and should be divided. ما جيبش سؤالين, السؤال الرئيسي وسؤال وخلاص. لا, should be divided, يعني بعمل sub questions, أسئلة فرعية من السؤال الرئيسي. In the definition of terms, terms should be given from literature first. يعني تبدي من الأول from the literature you should give some definitions by some authors some other authors and then you give your operational definitions كده قبل تعريفك انت الإجرائي
تعمل كام تعريف للليترشر. As for chapter 2, Dr. Bashir said that it is comprehensive and informative, but however, you should avoid redundancy. عارف redundancy طبعا يعني ايه؟ redundancy يعني repetition. كل شوية تروح تكرر some sections من آن لآخر، تنسى كتبت ايه تروح كتب تاني. مش كده؟ In the review of literature, don't repeat the definition of terms again. انت جاي في review of literature رحت كاتب عن ايه؟ definition of terms, definition of motivation, definition of motivation. لا، ما ده كتب في الايه؟ review of literature خلاص. When you write something, you should add the source from which you took this section or that. Source of some paragraphs should be added. مثلا كم paragraph كده ولا جايب منين؟ ترجع طبعا المرجع. When you write, you should write similar sections together. Combine similar sections together. تجمع الأجزاء المتشابهة مع بعض عشان ما نبقاش في صفحة وبعدين خمس ست صفحات كلام مشابه لكده. بدليل قال لك benefits and advantages. benefits of كذا وبعدين advantages of كذا. إيه يعني؟ طب تجمعهم مع بعض وهي benefits means advantages. مش كده؟ يعني الكلام ده كله. You should have revealed the role of the teacher and the role of the learner. الاثنين. بين دول كل واحد. In your program. In chapter 3, the method we used a quasi experimental method. مبنستخدمش experimental. كده؟ Don't be contradictory sometimes. أحيانا تبدو إن أنت إيه؟ متناقض. مرة تقول جملة وبعدين تناقض الجملة. وطبعا مسك جملتين عكس بعض. Pupils had low scores in their writing performance. كتبوا حاجات كان عندهم درجات إيه؟ منخفضة شوية. وبعدين قلت بعد كده pupils found the topics interesting and related to their lives every day. مش كده؟ They seem somewhat contradictory. كده؟ Before discussing the objectives of your program, you should have discussed the objectives identified by the Ministry of Education first. كده؟ Conclusion on page 124, the conclusion should give the last impression of the whole work to the reader. قال لك الكونكلوجن لازم اظبطها كده وانا معايا طبعا فاز الكلام. References should be written in a consistent manner. مش مره تكتب مرجع بطريقه وبعدين بعد الطريقه. لا References. As for appendices, insert the use of blogs and Google documents طبعا في دراسه. However, all these remarks in Dr. Machine's terms do not remark the effort you exert. Thank you very much. شكرا جزيلا لاستاذنا العالم المتميز الاستاذ الدكتور محمد حسن وكعادته وسماته انه دائما وابدا يسجل كل شارده وارده، وهذا كله من اجل ان يكون هذا العمل عمل علمي يعني لا يشبه اي شيء. والان نطلب من حضراتكم بس تسيبونا 10 دقايق بس او ربع ساعه ونقول لك تاني. اتفضل حضرتك بس 10 دقايق. مرحبا اخي عزيزي الاستاذ دكتور عن سعد بنهم منور يا دكتور فاطمه. تقرير مناقشة رسالة مجلس تالت التربية المقدمة من الباحث مصطفى محمد عبد الحميد العزاز. إنه في يوم الأربعاء الموافق الساعة 11 الموافق 24/1/2018 اجتمعت اللجنة المكونة من السادة فاطمة صادق محمد أستاذ المناهج وعلوم التدريس كلية التربية جامعة بنها، الأستاذ الدكتور محمد حسن إبراهيم أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الزفافين، الأستاذ الدكتور ميشيل عبد المسيح عوض أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الزفافين. ومناقشة الرسالة المقدمة من الباحث مصطفى محمد عبد الحميد العزاز وموضوعها
برنامج قائم على التعلم المدمج لتنمية مهارات الكتابة والدافعية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية في مدارس اللغات. لماذا درجة المجلس الثالث التربية من قسم المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة الإنجليزية؟ وبعد المناقشة العالمية حالات امتدت من الساعة 11:30 إلى الساعة 3 بعد الظهر في موضوع البحث ومنهجه ونتائجه، تقترح اللجنة أن يمنح الباحث درجة المجلس الثالث التربية من قسم المناهج وطرق التدريس بتقدير ممتاز. السنة دي وعقبال كل السنين في نجاح
جمعي سلفي 100 مليون مبروك على كل واحد ناجح فينا كل دول كده بيحبوك وبيهنوك فرحت عنينا كل واحد ناجح فينا كل دول كده بيحبوك وبيهنوك فرحت علينا بعد تعب وسهر وليالي والله فرحنا كده بالغالي واللي ما فرحش السنة دي هيعوضها ان شاء الله فرحنا كده بالغالي واللي ما فرحش السنة دي هيعوضها ان شاء الله قول ان شاء الله ان شاء الله قول ان شاء الله ان شاء الله قول ان شاء الله وسيبها على الله Allah.